بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 54. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، علمنا وهدانا ومن كل خير آتانا، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، ما زال الحديث موصولا في موضوع إثبات أسماء الله وصفاته مما ذكره الشيخ في رسالته التدمرية، وأن ذلك لا يلزم منه تشبيه الله بخلقه كما تزعمه الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم في نفي الأسماء والصفات بحجة أنه يجب تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، ولا يمكن ذلك بزعمهم إلا بنفي الأسماء والصفات، لأنها قد سمي بها ووصف بها المخلوق. وقد نفى الشيخ هذا الزعم الباطل وقال إنه لا يلزم من إثبات أسماء الله وصفاته مشابهة المخلوقين، ووضح ذلك بضرب مثلين. المثل الأول أن الله سبحانه أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته سبحانه لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. وطوائف من أهل الكلام أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به عن نفسه من الصفات. يريد الشيخ رحمه الله بهذا أن يبين تناقضهم، لأن الباب واحد، يجب الإيمان بكل ما أخبر الله عنه من أمور الغيب عن نفسه وعما في الدار الآخرة. ثم قال رحمه الله: والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثيل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما تصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة بالاسم، يعني ما في الدنيا وما في الآخرة، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. ثم ذكر رحمه الله المثل الثاني، وهو أن الروح التي فينا قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، فأخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة. ثم ذكر اختلاف الناس في حقيقة الروح إلى أن قال: والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن كيفيتها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه
مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا ما عن منهم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا. وهو سبحانه وتعالى ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. ثم ذكر الشيخ رحمه الله قواعد نافعة في هذا الباب فقال: القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكذلك قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه يرى ولا يحاط به إذا رؤي، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما، فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها. أقول وبهذا التقرير الواضح كشف الشيخ رحمه الله الشبهة التي يريدها نفاة الرؤية، وهي استدلالهم بهذه الآية على نفي الرؤية، وهي لم تنفها وإنما نفت الإدراك، ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية. الحمد لله رب العالمين على بيان الحق ووضوحه، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.